السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين نبدأ التطبيل تاع الإعلام، خاصة التطبيل الخليجي تاع الإعلام، يعني وين البيان سبور وصوالح وكلش بين محرز والزياش في نهائي من تتوقع الفريق الذي رشحه هذا المحللين للفوز باللقب. يعني بدأ التطبيل كما نقولوا حنايا، بدأ التطبيل مبكرا، يعني وين محرز حكيم زياش، يعني وين هذه معروف بها، وين غادي يديرونا كلاسيكو، غادي يديرونا كلاسيكو بين محرز، وهي كل واحد الخصوصية تاعو، كل واحد يلعب في نادي مختلف. هذاك مانشستر سيتي، هذاك تشيلسي، وين تبقى مباراة صعبة. انا نقول بلي مباراة صعبة، والله ما سهلة كاع، والله العظيم ما سهلة. كنت متمني الريال كاليفي. علاش كنت متمني الريال كاليفي؟ يعني الريال ماهوش الفريق اللي نعرفوه تاع الريال، جامي يخسر النهائيات. يا ودي الريال ماشي غادي يولي يخسر النهائيات، الريال مع قاديش ما نجيبش، مع قاديش ما نجيبش. تعز النهائيات يا حسره مي كانت البوله تاع اسبانيا في اوج عطائها، يعني راحت ما بقاتش. هذا كاين في انجليز، وفاني كاين مدرب الماني تاع تشيلسي، يعني صعب التخطيط، صعب مصايك، فانك ماشي سهل. يعني راه فايز على مانشستر سيتي مرتين في البطوله وفي نصف نهائي، يعني وزيد نهار السبت فانيك تكون مباراة في الموعد، فانيك مباراة، يعني مباراة كبيرة. نتمنوا نشاهدوا غادي يلعب محرز، خاطر على هذا الماتش اللي غادي يكون يعني نهائي في الشامبيونا ونهائي قبل الاوان، يعني وين نهائي قبل الاوان، يعني جس النبض، كل فريق جس النبض. يعني هذه هي واللي غادي نقولوا بلي اليوم من مانشستر سيتي عنده الاسلحه تاعو، اللي غادي ان شاء الله بربي نشوفوا محرز، يعني وين يكون هو عروس هذا النهائي، يعني وتكون يكون هو يكون حاسم. يعني لازم يكون محرز. هذه هي دروك نشوفوا كيفاش المباراة هذه، وين البيان سبور وين تكلموا على الموقع هذا. تشيلسي كان أقوى من ريال مدريد، ريال مدريد لو كان جاهزا ما كانت المباراة بهذا الشكل. فأعتقد أن توخيل بقول لك للموسم الثاني على التوالي مختلفين، ناديين مختلفين يصل للنهائي، نشوف نهائي ما بين توخيل وغوارديولا، ربما يبقى أول لقب لتوخيل على المستوى الأوروبي. أوف، أنت قبل قلت له ترشح السيتي. لا أنا ما قلتش، أنت اللي أولتني. يوم المباراة لو كنت موجود أقول لك أرشح مين. مع تشيلسي هذه مع كابتن طارق؟ تشيلسي أرشح تشيلسي. كابتن عبد الحميد. برافو عليك. سيتي ولا تشيلسي؟ ولماذا؟ أنا أشوف تشيلسي ممكن يكون أقرب، لأن الفريق اللي يملك الثبات بهذا الشكل، وفريق قادر على التغيير التكتيك في كل وقت، ويملك لاعب مثل كانتي في الوسط، أعتقد ممكن يكون الأقرب. لكن تبقى يوم كرة قدم تشيلسي، إحنا متفقين تشيلسي ثلاثة بدون شك. كابتن ما غير سيتي قام يحوس قام يحوس في ماشي تشيلسي هادو اللي كانوا دايرين حمله، يعني من اجل التشويش على رياض محرز كونت مع غوارديولا. هادو كنت نوصي بكم، شو اليوم كيفاش خرجوا الحقيقه تاعهم، كاع يرشحوا في تشيلسي. نقول لكم ما كانوش باغيين النجاح لرياض محرز. هادو إيه الصح من بعد يبان. إذا اليوم السيتي يكون جاهز على المستوى الفني، هو أفضلهم، أفضل فريق كان وانسحب من البطولة هو الوحيد، هو كان بايرن ميونخ اللي زاحوا باريس. لكن بعد ما أزيح البايرن، أفضل فريق يبقى السيتي، ولذلك هو مسيطر في الدوري الإنجليزي، وهو بعيد كل البعد على تشيلسي. يبقى في بروفا هل لديه ولا تعني شيء؟ توخيل مخرج غوارديولا من الإف إي كاب. لا لما أزيح غوارديولا غير 6 أو 7 لاعبين في المباراة، هذا أول شيء. ثم
السيتي لو يكون جاهز هل توخل قادر ان يفوز؟ قادر ان يفوز حاليا لديه امكانيه. تشيلسي ولا السيتي؟ لا لا السيتي. سيتي سيتي نعم. نسال ارسن فينجر هل راح يصاب في هذه المباراه؟ معنا ارسن فينجر واي نوت. نعم لما لا؟ فقط إذا كانت هناك مشاكل صحية، لأن مدينة إسطنبول والبلد يقاتل من أجل القضاء على هذه الجائحة. بكل تأكيد أعتقد أن الحل الأمثل في آخر ليلتين. بكل تأكيد رأينا أدائين من مانشستر سيتي الذي يسيطر على الدوري الإنجليزي والليلة. بكل تأكيد أعتقد أن نتيجة جيدة بالنسبة لمدريد في مباراتين نظرا لكل الفرص التي خلقها تشيلسي. بكل تأكيد لدينا سوبر ليج، لماذا نريد أن نؤسس سوبر ليغا أخرى؟ ولكن يجب أن نهنئ إنجلترا التي تأتي بهذه السيطرة الكبيرة في النصف النهائي. أعتقد أن هذا أعتقد أنها تهنئة كبيرة وأداء مستحق. حنين أرسن فينجر أيضا لدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بوصول النهائي طبعا طرفاه من إنجلترا قمة بدون شك. الوحيد بلك الوحيد اللي كنت نقول باللي غادي نشوفه تشيلسي مانشستر سيتي كنت نهدر فيها، والوحيد اللي كنت نقول لكم باللي المستوى تاع الإنجليز طلع يا حسرة، والمستوى تاع إسبانيا طاح. عام اللي فات هدرت على الناس اللي كانوا يقول لك محرز كو يروح الريال، يا ودي راهم اسماوات برك، راهم اسماوات قارع 10 سنين وخدا اخرى قارعوا 10 سنين قارعوا 10 سنين قارعوا 10 قارعوا 10 انا نقولها لكم قارعوا 10 سنين يعني باش فريق يعاود يبني منظومه، يعني كيما الريال مدريد ولا برشلونه تعاود تبني منظومه كيما جيل تاع ميسي ولا جيل تاع راموس قارع. قعدت عليه وين تفيق بالانجليز راهي فور احسن مدربين راهم في الانجليز، احسن لاعبين راهم في الانجليز، واحسن لاعب اللي راه صانع الفرجه يعني هو رياض محرز، يعني وين بكل قوه يعني وين ما ننساوش يعني وين اصطدام اللي غادي يكون بذئاب تشيلسي يعني مانشستر، وين تاهل تشيلسي انجليزي ليله الامس امام يعني بفوزهم بهدفين لصفر امام ريال مدريد، وين غادي وين نعرفوا بلي غادي يواجهوا نقولوا بلي النهائي واعد يعني نهائي في القمه، يعني النهائي اللي غادي يكون عنده بزاف خصوصيات يعني، وغادي يتلعبوا غادي تلعب على جزيئات صغار. نهائي هو الفوز وليس اللعب، الفوز وليس اللعب، وين هاد المدربين يعرفوا هاد الصوالح، يعني النهائي تلعب من اجل الفوز وليس العروض. عروض ما تنفعش كيما دارت مانشستر سيتي كونتر تشيلسي كونتر ريال باريس سان جيرمان، ما كاش عروض، اهداف كرافاج يضرب يعني سجل له وبعد قعد يقصر عليه كيما دار محرز ماركا دو بيت، وبعد قاعد يقصر على اللعابه تاع بي اس جي قاعد يقصر عليهم، خرجهم كاع من البارتيه خرجهم كاع من البارتيه. على ذلك نقولوا حنايا وين سيقام النهائي مسابقه اوروبيه الاغلى يوم السبت 29 ماي الجاري بملعب اسطنبول، اين سيحاول محرز وكتيبه السيتي التتويج لاول مره بكاس رابطه ابطال اوروبا، وهو انجاز ان تحقق سيعني الفوز الثاني يعني للجزائري بهذه الكاس بعد ما فعله سلفه يعني ما تبش اسمع. ماذا بيا احنا ياكم هذا ماتش ما نولوش كان نجبدوه، خاطر في طول يقعد في الحجم تاعه، خاطر هو دائما وين يريد يركب الموجه، دائما وين يحوس كيفاش يركب الموجه، في طول يضرب الموجه مسكين
هذيك ماذا بينا الناس اللي راهم كاينين بزاف شتى انا اللي تيت محرز ماجر يعني انجاز تاع ما كان لا انجاز له هو راه يهضر الانجازات تاعو انا صالح حدا هذا لو انجاز تاعي محرز كويدي يقول لهم انجاز تاعي يا ودي كل واحد واحد هو كل واحد يمثل روحه هو دخلوا القبر معك دخلوا القبر دخلوا القبر يسلكك فانيك اي بركة